احنا كنا اتكلمنا امبارح يا اولاد عن المره اللي فاتت عن الادويه السبيسيفيك في الانجينا. السبيسيفيك يعني اللي هي بتعالج سيمتوماتيك تريتمنت اوف انجينال سيمبتومز. قلنا فكره الانجينا عباره عن انه كميه الاكسجين يعني معناها كميه الدم اللي جايه للقلب مش مكفيه متطلبات. واكثر نوع فيه هو اسمه ستيبل انجينا او ايفورت انجينا او اكسرسايز انجينا. وسموها كده ليه؟ انها بتظهر مع الكبد. ودي فكرتها ببساطه انه في بلاك في اثيروسكلروتيك ليجن مضيق الشريان بس وثابت، عشان كده سموها ستيبل. يعني التعب اللي عند المريض يظهر بعد ديفينيت اماونت اوف اكزيرشن. يطلع مثلا الدور الثاني، اللي بيطلع الدور الثاني لما الدور الاول ما يتعبش، حاجه ثابته سموها ستيبل. عشان كده وقلنا الفكره بتاعتها انا كراجل بعالج المريض بالدواء، طبعا الحل الوحيد يا اولاد اركب له ستين صح؟ او نغير الشريان خالص خلاص حلت المشكله. لما اذا ما كانش في امكانيات او هتعالجه بالدواء، خلي بالكم برضه انا هقول لكم في سلوتك النهارده ان شاء الله انه وجدوا ان الدواء يساوي الستين في ستيبل انجينا بس. يعني لو عالجت المريض بدواء كويس كانك عملت له ستين، يعيش سنوات طويله جدا بدون مشاكل والحاله بتاعته تستقر. فاذا يعني الدواء مش هين، يعني الدواء كويس في الستيبل انجينا. قلنا فكره يبقى ده الفكره بتاعتي. فانا في الدواء هعمل ايه؟ الشريان مريض، والشريان المريض ما تلعبش معاه، مش هتعمل معاه حاجه. اساسا في فازو كونستريكشن بايظ، مش هيستجيب للدواء بتاعك، حتى الفازو دايليتيشن مش هيعمل حاجه. فما قدامكش ان الاستراتيجي بتاعتنا اما تزود الفلو واما تقلل الاحتياجات. صح؟ فتزويد الفلو صعب. كل اللي تعمله اذا كان عندك دواء بيفتح الكولاترال. وهي كانت ميزه مين؟ النيتريت. وصل بس الحته التعبانه افتح لها فرع كده. لما التوتال بلاد فلو اللي يجري للهارت مش هيتغير، بالعكس ده ممكن يقل توتال. ليه؟ حتى النيتريت مش بتقلل الضغط، يبقى البرفيوجن بريشر قل صح، ولكن على المستوى الاخر بتقلل الانترا بنتريكولار بريشر. يعني ايه اللي هي اكتر حته بتندار يا اولاد؟ اللي هي تحت الاندوكارديا، اكتر اول حته بيحصل فيها دامج اللي هي تحت الاندوكارديا لانها مضغوطه. فهي اما بتقلل الفينس ريتيرن يعني كميه الدم اللي في الفنتركل يعني الضغط داخل الفنتركل بتحسن البرفيوجن. فدي ميزه النيتريت ان هي بتفتح الايه؟ بتفتح الكولاترا وتحسن السب اندوكارديا برفيوجن. لكن عمليه التوتال لو اتسالت هل يا ابني النيتريت بتزود التوتال بلاد فلو للهارت؟ لا. قالوا ممكن تقلل بس عملت عداله في التوزيع شويه. واضح الكلام يا اولاد؟ طيب. فاذا فكرتي في الستيبل بعمل ايه دلوقتي؟ ان انا بقلل الاحتياجات. حتى النيتريت اللي بعضكم يظن ان النيتريت بتريح الالم القلب يا اولاد من زود البلاد فلو. لا. هقول لكم عملوا ايه بقى عشان تثبتوا كده. جابوا نيتريت في الهارت حقنوها انترا كورونري. عايز حاجه اكتر من كده؟ انترا ايه؟ لم تستجب الانجينا، ما تحسنتش. يا خبر، يعني انت عملت دايليتيشن قد ما تقدر وما استجابتش. يبقى ان العمليه مش عمليه دايليتيشن، مش عمليه دايليتيشن الكورونري. قلت لكم الكورونري تعبان، امال عمليه ايه؟ اما خدوها تحت اللسان استجاب المريض. الله. يعني اذا الافكت، عايزين نفهم الكلام يا اولاد، يعني الافكت بتاع النيتريت في علاج الانجينا يعود للسيستميك افكت. مين السيستميك؟ اللي هو فازو دايلاتيشن. مين الفازو؟ ارتر ولا فين؟ الفين اكتر، عشان كده بيسموها ايه؟ فينو دايلات. طب الفين لما وسعت الفين قللت الفينس ريتيرن، قللت كميه الدم اللي جايه للقلب، قللت المجهود اللي هيبذله القلب. صح يا شباب؟ قللت المجهود. ده اول حاجه. تاني حاجه فتحت له الافتر لود برضه. خلاص؟ دول المين افكت. وبعدين حاجه بقى اضافيه هي بتعمل فازو دايلاتيشن لو كان في سباز. يعني تنفع في البرنز ميتال انجينا؟ نعم. تنفع في البرنز ميتال اللي هي فازو سباستيك انجينا. مش كده قلت اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت؟ ده من ناحيه اللي هنا. طيب نيجي بقى للسايد افكت. انا مش عايز حد يحفظ حاجه، اللي يحفظ الفارما يا ولاد دايما اقول كده، اللي يحفظ الفارما ينساها. فهمتها وفهمت الكلمتين ده هم بالتخيل البسيط، رسم ثلاثه ترسمها كده وتعملها اربع حتت، هذا الفين وهذا الارتري وهذا القلب وهذا الشرايين الكورونري، بس ارسم ديت واتكلم عنها. برضه السايد افكت نفس الحكايه. لما وسعت الفين حصل ايه؟ دروب في الفينس ريتيرن، يبقى دروب في الكارديك الضغط قل. ايوه. اما الضغط الكل ممكن يحصل ايه يا اولاد؟ خلاص يزيد فينتنج. صح؟ ممكن الضغط يقل، يحصل فينتنج ويصحبه ريفلكس ايه؟ يبقى المريض ممكن يشتكي لي من ايه؟ بالبيتيشن. برافو عليك، من غير ما احفظ اي حاجه. طيب نمره اثنين، ما عملت فينو دايليتيشن وسعت الفين، اما يجي المريض يقف يحصل ايه يا اولاد؟ يحصل الدم يتجمع تحت لانه ايه؟ متوسعه. هذه فكره البوتشر هايبوتنشن.
عشان كده بيظهر مع الالفا بلوكر. فاكرين الالفا بلوكر؟ البرازوسين بتاع الضغط، فاكرين من سنه اولى وخدته السنه دي برضه. بوسع بيشيل التون، فانت لما تيجي تقف يحصل لك ايه؟ سينكوب، لانه الضغط. هذا فكره اللي سايد افكت، بس هذا سايد افكت. طيب بتعمل ايه كمان؟ هذا خدنا على جانب الفين، طبعا جانب الارتر وسعت الشرايين، شرايين القلب دي ميزه. طب شرايين المخ؟ هيدك هيدك صداع. اذا تنفع في علاج الصداع يا ولاد؟ لا لا بتزود الصداع، يعني لما يكون واحد عنده انجينا وصداع، انجينا وصداع تنفع ايه يا شباب؟ تنفع؟ لا لا ممنوع عليه. طيب تعمل كمان قلنا فيشر ايه؟ فلاشنج، هذا اللي بتاع. ضيف على دول، شفت انا ما حفظتش حاجه، ضيف على دول التولرانس. التولرانس يحدث مع مين؟ خلي بالكم معايا، يحدث مع اللونج اكتنج ولا الشورت؟ شورت. لا لونج، لان الشورت ما تلحقش. هو فكره التولرانس ايه؟ ديبليشن، ان حصل ديبليشن للاس اتش، لان كل ما تتنشط عايز اس اتش، عايز ايه؟ خلصت الاس اتش، اس اتش جروب من البروتينات والانزيمات، واضح يا شباب؟ عشان كده خلصت يحصل فيه تولرانس. فمين اللي هيستهلك اس اتش اكتر، الشورت ولا اللونج؟ اللونج. يبقى الميكانيزم بتاع الايه التولرانس يا اولاد، اللي هو ايه احنا قلنا ايه اساسا؟ الديبليشن، وكمان فري راديكالز بتطلع، لان دي نيتريك اوكسايد بتطلع فري راديكالز. وبعدين احنا قلنا دلوقتي، هل الجهاز السمباثيتك نايم؟ انت نزلت له الضغط قللت الفرد، هل نايم ولا بيشتغل؟ عمل ايه بقى؟ على على القلب تكيكارد، وعلى الكدني يعمل سلطان دوت اتنشن. انتوا عندكم قاعده بقى كده، انتوا عندكم قاعده عشان تفهم الطب كويس. اي دواء يعمل فازو ديلاتيشن لازم اسحبه سلطان دوتر اتاتش، ودي حكمه ربنا اوتوماتيك يا اولاد. مين الجهاز اللي بيعمل سلطان دوتر؟ السمباثاتك، على انهي ريسبتور في الكدني؟ بيتا 1 بتطلع الرينين، صح ولا مش صح؟ والرينين بيطلع ليه يا اولاد؟ انجيوتنسينوجين. فاكرين القصه ديت؟ الانجيوتنسين يعمل فازو كونستريكشن ويطلع الالدوستيرون، الالدوستيرون يعمل سلطان دوتر، صح ولا مش صح؟ فعشان كده اي دواء يقول لك فازو ديلاتر، يقول لك بيعمل اديما، اقول لك صح ممتاز يا ابني، تعرفتها ازاي؟ يقول انا متوقع. هذا الشطاره في الطب، مش حكايه حفظ احفظ، يعني انت ممكن تقرا صفحتين تطلع منهم معلومتين خلاص، فاهم الكلام ودنه معاك للابد، واضح يا ولاد الكلام؟ طيب هذا التولرنس. يبقى احنا نحل التولرنس ازاي يا ولاد؟ حل الموضوع ازاي؟ فري بيريود، اعمل فري بيريود. خلي بالك بقى، انت فري بيريود مع مين يا حبيبي؟ مع واحد عنده انجينا، انت ممكن تجي له. فبختار الفري بيريود الوقت اللي مش بيبذل فيه مجهود، اللي هو نايم بالليل، صح ولا مش صح؟ يبقى ياخد بالنهار الطريقه الصح بقى، ياخد حبايه الصبح لونج اكتنج منو نيتريت مثلا، ازوزوربايد منو نيتريت، حبايه الصبح، حبايه بعد الظهر، بلاش بتاعت بالليل. فهمت الحركه دي؟ طب بالليل ايه يا حبيبي؟ ما انا مش هسيبه بعد نيتريت بس، هتشوفوا انتوا البروفلاكسس دلوقتي ما بسيبوش على نيتريت بس، هديله بيتا بلوك. ما تعرفوا ليه دلوقتي؟ وانتوا دلوقتي يمكن اصبح عندكم المنطق ليه بستخدم بيتا بلوكر مع النيتريت يا اولاد؟ ليه؟ امنع ايه؟ ريفلكس تكيكارد، صح، برافو عليكم. ايه كمان؟ وامنع الريفلكس بتاع الكدن، مش كده؟ الكدن بيشتغل بيتا واحد؟ صح؟ يبقى اذا منعت يبقى ظبطها. لا ده في ميزات ثانيه جميله هنعرفها دلوقتي لما ندرس البيتا بلوكر، في ميزات ثانيه جميله سبحان الله، وكانهم مخلوقين يعدلوا عيب بعض. مخلوقين يعدلوا ايه يا اولاد؟ عيب بعض. النيتريت تصلح عيوب البيتا بلوكر، البيتا بلوكر تصلح عيوب النيتريت. عشان كده دايما الدوين مع بعض اخين، خلاص يا اولاد. في قصه ظريفه بس عشان تفتكر التولرنس دوت، احكي لكم عليها، اللي هي بتاعه قلت لكم انا النيتريت بتستخدم في مصانع الديناميت، ها؟ فالعمال حصل حاجه غريبه، اول ما الحاجات دي طلعت يروح العمال يوم الصبح الاثنين، تعب الشغل عندهم الاثنين، يجي لهم صداع وتاكي كارديا وهيديك وديزنس. طبعا النيتريت في منه متبخر يا اولاد، يعني بيحصل في غازات هو متبخر، فبيشموا الريحه بتاعت النيتريت، يجي لهم ايه؟ صداع، تاكي كارديا، سايد افكت وديزنس، وممكن فلاشنج. يفوت الثلاثه بقى احسن شويه، الاربعه احسن شويه، على نهايه الاسبوع بقوا كويسين جدا. ده اسمه ايه بقى؟ تولرنس. خلاص؟ الله ينورك، ماندي سيكنس، برافو عليك. طيب يجي هم يغيبوا الويك اند، بعدوا عن مين؟ عن الدواء، قعدوا في البيت. يجي يوم الاثنين يجي لهم الحاجه دي. فهمت الكلام ده؟ بيثبت لك ان في تولرانس، وفي هسموا الحاجه دي اسمها ماندي ويكنس. طبعا الاول قالوا العمال دي تتمارض وكده، قالوا لما اكتشفوا ايه الموضوع ان فعلا هم معذورين. هذا السايد افكت بتاع هذا. في حاجه ثانيه، الميتاميجلوبونيميا، الكلام الثاني ده كله كلام بسيط وليس له قيمه عمليه. الكونتر انديكيشن بتاعت النيتريت يا اولاد هو الاوبستراكتيف كاردوميوباسي والسفير اورتيك ستينوزس، القلب مكفول، فانت لو قللت الفينس ريتير مش هيطلع كاردك مضبوط خالص. عشان كده ممنوع، خلي بالكم الحاجات دي عشان الام سي كيو، ناخد بالنا من الحاجات دي. يقول لك
ان ويتش اوف ذا فولينج كونديشن نايتريت ار كونترا كونترا انديكيت، يبقى حاجه من دول خلاص عشان الام سي. نيجي بقى للاستخدامات. خلاص احنا عارفينها جميع الاسكيميك هارت ديزيز بجميع حالاته. نعم ستيبل ان ستيبل للانفاركشن كله نايتريت، ولو انه في الانفاركشن هنعرف دلوقتي ان شاء الله بالخطه السيرابيتك مش سبلينجوال بس ممكن تديها انترافينس، وفي منها نوع انترافينس لانه الهاف لايف بتاعها دقائق فممكن تتحكم فيها. ودايما عشان تستخدم دواء طوارئ تعلمها الحركه دي، عايز تستخدم دواء طوارئ وتتحكم في المريض كويس استخدم دواء شورت اكت صح وانترافينس. زي فاكرين السكر اللي عنده كيتو اسيدوزس انسولين، هل اي صح اجيب لونج اكت جلارجين ولا حاجه؟ لا لازم حاجه شورت، لازم انسولين اللي هو ريجولار انسولين اللي هو الشورت، وادي له ايه انترافينس عشان اقدر اتحكم في الحاجه على اي حال. هل ممكن يا اولاد ان شاء الله تاخذوا الهارت فيلر مع دكتور سعد، هل ممكن نستخدم نيتريت في علاج الهارت فيلر؟ لا لا ممكن. ايه الفكره؟ هو الهارت فيلر ايه ببساطه كده هتاخدوها ان شاء الله، الهارت مش قادر يضخ الدم اللي جاي صح، وضخه شويه وسيب شويه، فالدم اللي هو الفينس ريتين بيتراكم. واضح معايا الكلام؟ يعني اللود عليه زايد تعبان. طب انا لو وسعت له الافتر لود مش هيستريح؟ هيستريح. طب لو قللت له كميه الدم اللي جايه له بدل ما تجيب له 100 خليهم له 5 مش هيستريح؟ يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني يبقى النيتريت تستخدم في نمره واحد الاكيوت هارت فيلير، اكيوت هارت، نمره اثنين كرونيك هارت فيلير. الاكيوت بستخدم الانجكشن، الكرونيك بستخدم الايه؟ الاورا. ولا سيما اذا كان هذا الهارت فيلير سببه اسكيميا يبقى انا بضرب عصفورين بحاجه. صح ولا مش صح؟ اسكيميا عملت هارت فيلير، مش الاسكيميا هتضر عضله القلب؟ تعمل الفرق والفرق شويه يعمل هارت فيلير، والهارت فيلير يبقى احنا يبقى علاجنا حاجتين بحاجه واحده، ده واحد. الحاجات الثانيه طبعا اللي هي الاستخدامات في يعني سموز مسل ريلاكتنت في الامعاء والفيلير تراكت صعبه. صعبه تدي واحده عشان مغص مراري تدي له حبات نيتريت تحت اللسان هيستريح. هيستريح خلي بالك. بس تعمل جنب السايد افكت مش ممكن انت تعمل. وخلي بالك يا اولاد انا عايز اقول لكم حته برضو يعني كلينيكال برضو تفيدكم ان شاء الله كده ما تبقوا دكاتره. النيتريت دايجنوستيك بيسموها ثيرابيوتيك تيست. يعني واحد عنده تشيست بين خلاص انا والله يا رب ده قلب ولا مش قلب، طب ادي له حبات نيتريت اذا استريح لو استريح يبقى قلب صح؟ بس مش 100%. ليه؟ لانه النيتريت كان ريليف اذر فورمز اوف سبازم. افرض واحد عنده من ضمن يا اولاد اسباب الالم الصدر، مش كل واحد يجي لك عنده الم صدر عنده قلب، لا اكتر حاجه من ضمن الحاجات 50% من الم الصدر جاي من المعده ريفلكس. تسمع ان عنده ريفلكس الاسيد بيرجع، الاسيد يا اولاد بيرجع فيعمل الم ويعمل سبازم كده في المريء. فانت ما تديله حبات نيتريت ريليف السبازم ولا مش ريليف؟ اي سموز ماس، اي سموز ماس صح ولا مش صح؟ اي سموز ماس ريليف. عشان كده يعني ما تشخصش 100% قول احتمال. طيب بالمناسبه يا اولاد اللي عنده ريفلكس بعد كده ما ياخد نيتريت الريفلكس بتاعه يزيد ولا يقل؟ فكروا فيها كده. عنده ريفلكس، عارفين ريفلكس يعني ايه؟ التون في المريء ضعيف. احنا المفروض ربنا خلانا في المريء يا اولاد قافل كده، قافل على الاسيد ما يرجعش. تيجي المعده تهدم الاسيد ما يرجعش صح؟ طب النيتريت بتعمل ريليف للسبازم ولا تزود؟ يبقى تزود الحمض ولا مش تزود؟ يبقى تزود. اكتبها دي ملحوظه ليك كده، انه اللي عنده ريفلكس وخد نيتريت الحموضه تزيد. حموضه تزيد خلاص؟ انا سويت ريلاكس لسموث. ايوه الله ينور عليك. للسفنكتر. بعد كده لو عندك واحد بقى عنده فين صغير مش عارف تدي له حقنه ولا تركب له كانيولا ممكن تحط له حته مرهم ايه؟ نيتري جليسرين. خمس دقائق كده يبقى ده الفين اتنفى. ايه الفكره؟ فاصل دلوقتي خلاص؟ كفايه كده على النيتريت ونخش على ايه؟ على حاجه ثانيه. طبعا ما تنسوش يا اولاد الدراج دراج انتراكشن بتاع النيتريت هو ايه؟ اهم حاجه ايه؟ الفياجرا. اهم حاجه. ومش الفياجرا بس، اي دواء يعمل فاصل دلوقتي. صح ولا مش صح؟ يعني اي دواء يعمل يخفض الضغط او يعمل فاز دايليتيشن ممكن وبياخد نيتريت يحصل فيه مشكله اللي يحصل فيه زياده في السايد افكت. الله فيها نيتريت كده. نيجي بقى البيتا بلوكر وانا عايزكم تبصوا لي، مش مهم الكلام، بص لي وافهم الفكره وبعد الكلام يبقى سهل. وايه فكره البيتا بلوكر؟ والله يا سيدي انت قلت الخطه بتاعتك في علاج الانجينا قلل الاحتياجات. وقلت ان اللي مزود الاحتياجات القلب هو السمباثاتيك. صح ولا مش صح؟ والسمباثاتيك بيزود عن طريقين، تاكي كارديا وانكريس في الكونتراكتيليتي. مش هما دول يا ولاد؟ صح ولا مش صح؟ اوكي. يعني بالمنطق كده لو انا بلوك السمباثاتيك القلب الهارت ريت هيحصل له ايه؟ والكونتراكتيليتي يبقى احتياجات الاكسجين كلت ولا ما كلتش؟ خلاص واضح الكلام يا ولاد؟
بالاضافه لفي ميزه ثانيه ثانويه، انت لما بتقلل الهارت ريت معناها الديستول زاد ولا قل يا شباب؟ زاد الديستول زاد، يبقى فتره تغذيه القلب زادت ولا ما زادتش؟ زاد. نعم خلاص كده واضح الكلام. يبقى اذا انا اتوقع فائده البيتا، البيتا بلوكر بتعمل ايه؟ بلوك البيتا ريسبتور. انهي نوع موجود في الهارت؟ بيتا 1. على فكره بس خدوا معلومه زي انتوا في سنه ثانيه، ما احنا في اولى بنديهم حاجه ثانيه انتوا في ثانيه نديكم نعرف ان في بيتا 1 بس في شويه بيتا 2. في شويه نقول 20% بيتا 2 على اي حال مش مشكله، يبقى هنقول بيتا 1 تجاوز. فانت لما بتسكر يبقى اي نوع من البيتا بلوكر ينفع ولا لا؟ سواء سيلكتف او نون سيلكتف، بس يفضل مين؟ السيلكتف. ليه؟ عشان انت افيد البيتا 2. انت هتفيد البيتا 2 ليه؟ البيتا 2 مفيده ولا مضره؟ مفيده. مفيده يا اخي، مش تعمل فاز دلاتيشن؟ ما تسيبها. ليه انت بلوك؟ طب انت لو انت عملت لها بلوك هتيجي للراجل المريض اللي عنده الكلب ده غالبا شارينه تعبان، مش شارين الكلب باظت فيها اسر سكلوز، يبقى شارين الطرفيه ايه؟ برضه فيها اسر سكلوز نفس المرض، ما هو المرض هيجيب الكلب بس وهتجيب كله، صح؟ فانت لما بتسكر له البيتا 2 مش شارين الطرفيه حصل ايه فيها يا اولاد؟ فاز كونستريكشن، يبقى تعبته يحصل الم، يجي يمشي يحصل فتيج، انت تتوه يا رب الفتيج اللي عنده من القلب ولا من الدواء؟ واضح يا اولاد؟ فلو قال لك اكتب بقى سؤال ده برضه، ليه البيتا بلوكر تعمل فتيج؟ واضح يا اولاد؟ الاجابه كالاتي، قال لها بلوك البيتا 2. البيتا 2 اساسا فازو دايليتيشن، فانت لما بلوك الفازو دايليتيشن بيحصل ايه؟ فازو كونستريكشن، ديكريز البلاد فلو للعضلات، هذا نمره واحد. نمره اثنين بتعمل ايه في الكارديك اوت بوت؟ بتزود ولا بتقلل؟ تقلل، يبقى البرفيوجن بتاع جسمك كله حصل في ايه؟ قلل. يبقى يحصل لك فتيج ولا ما يحصل لكش ايه؟ دي نمره اثنين. نمره ثلاثه لها سنترال افكت، مش هي بلوك الكاتوكولامين في المخ يا اولاد؟ يبقى اذا تعمل لك ايه؟ نوع من الدبريشن. الدبريشن يصحبه فتيج، اللي عنده دبريشن يبقى مش عارف ولا عارف يمشي ولا يعمل. خلاص جاوبنا السؤال؟ طيب انتوا فهمتوا فكره البيتا بلوكر يا اولاد؟ طيب هرجع للرسمه اللي دايما نرسمها، نتخيل الرسمه بتاعت الدكتور حاجات دي تبعنا، هنا الفين فنشوف بتعمل فيها ايه؟ وده الارتر هنا. طب رسمها لنا يا احمد الله يكرمك. هذا الفين، الفينس ريتير، عمل لي فين بس كده على الاتريوم، الاتريوم هنا. فين الارتر؟ اي حاجه، ارتر. شو اللي يعمل بس كده وخلاص. طيب، واعمل لي شرايين القلب كده، شرايين احمر كده على القلب، عشان دايما لما تسال سؤال ارسم الرسمه دي. هاجي اطبق الكلام ده على البيتا بلوك. الاربع فاكتورز. نمرة واحد الفينس، ناخد الارتري يا اولاد، الارتوريال، هل هي بتقلل الضغط ولا ما بتقللش؟ كيف البيتا بلوكر بتقلل الضغط؟ كارديك اوت سيستم. كيف بتقلل الضغط يا اولاد؟ لاربع ميكانيزم. قلل الكارديك اوت بوت لانها قللت الايه؟ كونتراكشن والهارت. نمرة اثنين رينن، صح، برافو. على نمرة ثلاثة لا عيب عليك، انتوا واخدين حصه بالضغط لسه واخدينها، وانا مديلكم انا بعتمد على كلامي في سنه اولى كمان، ماليش دعوه بالحتى المحاضره اللي اخدتها. قايلها لكم في سنه اولى وراجعوا المحاضره بتاع سنه اولى. اربع حاجات هم خمسه بس خلوهم اربعه. اوكي. يبقى نمره واحد بتقلل كارديك اوتبوت، صح؟ نمره اثنين بلوك الرينين في الكيدني عن طريق بيتا 1. نمره ثلاثه سنترال افكت. صح؟ بتقلل السمباثيتك تون. مش هي بتعمل ديبريشن يا اولاد؟ ديبريشن ازاي؟ لان بلوك السمباثيتك. بلوك الادرينالين في المخ فخلت المريض هادي، مش بيهدى، مش انتي انكزايتي. قلت لك لما تروح تخطب ان شاء الله تاخد حبات بروبرانولول. أيوة. بتهدي، يبقى اذا هي بتهدي التون. هو الوحيد اللي يعدي المخ. واضح يا اولاد؟ اي المهم اللي بيعدي يعني. ادي ثالث ميكانيزم. نمره ثلاثه هي بلوك البري سينابتك بيتا 2. مش في بيتا 2؟ اساسا دورها ايه؟ اكسيتاتري ولا انبيتري؟ لا اكسيتاتري. صح ولا مش صح؟ دورها عكس الالفا 2. فاذا هي بلوك الايه؟ البيتا، البيتا 2. خلاص يا اولاد؟ هذا الميكانيزم بتاع البيتا بلوك. وطبعا كمان لها حاجات اخرى عن طريق البروستاجلاندين، ما مهم. اوكي. يبقى اذا هي نرجع للانجينا بقى، البيتا بلوكر تعمل ايه في الانجينا يا اولاد؟ ريحت الافتر لود ولا ما ريحتش؟ صح، يا دي نمره واحد. نمره اثنين، ريحت الهارت ريت ولا لا؟ ريحت الكونتراكتيليتي ولا لا؟ خلاص كده احنا ماشيين صح ومبسوطين، هنزعل بقى. تيجي في البلاد فلو للهارت الكورونر بتعمل فيها ايه؟ بتعمل فيها ايه؟ هل بتعمل فاز دايليتيشن؟ لا. اعتبرها بلوك البيتا 2، هو كلهم في سيلكتيف ونون سيلكتيف بس اعتبر كلهم بلوك البيتا 2، يبقى حصل ايه في الهارت يا اولاد؟ ديكريز في الفازو دايليتيشن، يعني عملت فازو كونستريكشن، انها سابت الالفا. مش احنا قلنا في الهارت في البدايه خالص قلنا في الفا وبيتا؟ انت قفلت ايه؟ بيتا 2 وسبت الالفا، حصل فازو كونستريكشن. قلت ولا زادت؟ قلت. يبقى ممنوعه في انهي نوع من الانجينا؟ برنزمت. برنزمت الانجينا.
واضح الكلام؟ طيب يبقى هي ديكريز للبلاد فلو الهارت، بس برضو عملت فازو عملت ريديستريبيوشن. ازاي؟ هي هذا الفازو كونستريكشن هيكون اكتر على الشريان المريض ولا السليم؟ سليم. مين اللي بيشتغل؟ السليم. يبقى هي ما قفلت السليم، ادت فرصه لمين يروح للدم اكتر؟ المريض. يبقى عملت ريديستريبيوشن. بالاضافه لها ميزه ثانيه، لما عملت برادي كارديا زودت فترة الدايستول، يبقى زودت فترة اللي هي أولاد التغذية. يعني المحصلة النهائية هنقول لك هي يعني تعمل ريديستريبيوشن ما بتضرش كتير، ولكن برضو ممنوع على المريض اللي عنده ايه؟ الاسبرين. هذا خلصنا من هذا. هنزعل في حتة تانية، الفينس ارتيرن هي بتزودها ولا بتقللها يا أولاد؟ فكر تاني. هو تزود. تيجي سؤال ام سي كيو يلا اخبطكم. فينس ارتيرن بيزود الفينس ارتيرن. Which of the following is decreased by beta blocker؟ نمرة واحد is not decreased by beta blocker، is increased يعني. نمرة واحد الهارت ريت كريز ولا ديكريز؟ ديكريز. كونتراكتيليتي ديكريز. الافتر لود ديكريز. الاكسجين كونسامبشن ديكريز. البري لود انكريز. كريز انكريز ليه؟ قلل برشر. لا قلل كارديو. لا ما في حاجه للقلب اصلا. لا استنوا بس لسه هنقول تاني. مش في بيتا 2؟ بيتا اعتبرها بتسكرها. اما سكرنا بيتا 2 حصل في الفين دايلاتيشن ولا كونستريكشن؟ كونستريكشن. يبقى زاد الفينس ريتين ولا ما زادش؟ هو افتكر النيتريت بتعمل ايه؟ دايلاتيشن. بتقلل الفينس ريتين ولا بتزودها؟ بتقلل. يبقى هي عكسها. ما انت لما بتزود التون بتزود الفينس ريتين، الدم بيجي لما فتحت الفين استوعب. واضح يا ولاد الكلام؟ مش النيتريت بتعمل بوتشر الهايبوتنشن؟ ليه فتحت الفين تيجي تقف الدم ينزل تحت. لكن البيتا بلوكر لا. خلي بالكم السؤال ده عشان مهم نفهمه. Which of the following is not decreased by beta block؟ البريلود not decreased by beta block. وده عيب. خلاص؟ طيب موضوع بقى اللي هو لو احنا عملنا بالانس اي دواء قلت لك انت عملت اماكن استخدامه اماكن شغله في البريلود والافتر لود والهارت والكورونرز. محصله الحاجات دي طبعا يفيد القلب ولا ما يفيدش يا اولاد؟ طيب مين اكثر نوع من الانجينا استفاد؟ انهي نوع؟ ستيبل. الستيبل. اكثر نوع ستيب. طيب هل هو ممنوع في اي نوع من الانجينا؟ البيتا بلوكر برينزيمتال بس. هذا البيتا بلوكر فيما يخص الايه الانجينا. واضح يا اولاد القصه؟ الكلام الباقي انتم المفروض عارفين اللي هو ايه انواعها بقى. في منها ايه يا شباب؟ هلا نيجي بقى. لا نيجي بقى للحته المهمه. ليه بتحطها مع النيتريت؟ ناخدها واحده واحده كده. واحده واحده. انت عندك كم منطقه شغل؟ خمس. هات على الفينس ريتير. النيتريت بتعمل في الفينس ارتير؟ بتقلل. لا سوري، البيتا بلوكر بتعمل في الفينس ارتير؟ بتزود. دي غلط ولا وحش على القلب؟ غلط. مين اللي بيصلحه؟ النيتريت. نمره واحد. نمره اثنين النيتريت بتعمل في الهارت ريت؟ مين اللي بيصلحه؟ الكونتراكتيليتي بتعمل ايه نتيجه للنيتريت بيحصل فيها ايه؟ زياده. مين اللي بيصلح العيب ده؟ عيب ولا عيب؟ مين اللي بيصلحه؟ البيتا بلوكر. خلاص نيجي للافتر لود. هما الاثنين بيعملوا ايه؟ بيساعدوا بعض. يبقى هما الاثنين بيصلحوا الافتر. يبقى كومبريشن جميل ولا مش جميل يا اولاد؟ لسه كمان حته. انت ما عملت، خلي بالك معايا بقى، انت ما عملت برادي كارد. اي نعم هي ميزه. ليه ميزه؟ ليه؟ اديت فرصه للبرفيوجن بتاعه الهارت اللي هو ما بيتمش الا فين يا اولاد؟ في الدايستول. صح ولا مش صح؟ بس في نفس الوقت انت مريح القلب كده، الفينس ريتين عمال يجي. صح ولا مش صح؟ الفوليوم بتاع القلب كبر. زودوا الله ينورك. لا مش لما زودت الفوليوم بتاع الهارت، زودت حاجه اسمه ايجكشن تايم. اكيد انتوا عارفين ايجكشن تايم يعني معناها عايز اكسجين كتير وعايز طاقه عشان تضخ كميه الدم الكتيره دي. بدي ميزه ولا عيب؟ مين اللي بيصلح العيب دوت؟ نيتريت. نيتريت. اقولها تاني؟ شفت انا قلت كم نقطه يا اولاد؟ شفت ادى ملخص الموضوع. يعني لو عدت تذاكر بيتا بلوكر في الكتاب مثلا 10 صفحات، هو في الانجينا خلاصتها الكلمتين اللي قلتهم. لو فهمتهم خلاص فهمت كل حاجه. بقى حاجات تحصيليه، مين اللايبوفيلك، مين اللي بعد المخ، مين اللي بعديش. خلاص فهمت القصه كلها. خلاص اقولها تاني ولا خلاص؟ تاني. واضحه تاني؟ يمكن طويل. ماشي نشرب ميه. طيب البيتا بلوكر في الانجينا دورها الرئيسي تقلل احتياجات ولا تزود السبلاي؟ تقلل الاحتياجات. تقلل الاحتياجات عن طريق ايه؟ هي الاحتياجات عن طريق ايه؟ الهارت ريت والكونتراكتيل. هي قللت، عملت اللازم، شكرا. خلاص؟ قللت الافتر لود كمان، يبقى عملت ثلاث حاجات ممتازين. بس لها برضو عيبين. العيب الاولاني البلاد فلو للكورونرز بتقل شوي، لانها مش ممكن تعمل سبازم، واللي عنده سبازم يزيد. دعيه ممكن يصلحه مين برضه يا اولاد؟ الله ينور عليك. نيجي للفينس ريتيرن بتعمل بتزوده ولا بتقلله؟ بتزود.
بتزوده لانها بتعمل فازوكونستريكشن. ده عيب ولا ميزه للقلب؟ عيب. مين اللي بيصلحه؟ النيتريت. يبقى احنا كده لفينا جمعناهم مع بعض. عشان كده يا اولاد جمع الدوين مع بعض ممتاز. جمع الدوين مع بعض ايه ممتاز، وده احسن علاج لمرضى الانجاي. واضح يا اولاد؟ طيب نيجي بقى بعد كده الكلام ده كله خلاص. انتم طبعا عارفين الكلام بتاع سنه اولى ده، في حاجه اسمها ريبوفيلك وهيدروفيلك. ايه اللي يهمني انا؟ يهمني انا كلام. لو واحد عنده الكليه تعبانه يا اولاد، ادي له دواء ووتر سوليبل ولا ليبيد سوليبل؟ ليبيد. ليبيد صح. ليه؟ عشان يتكسر في الليفر. صح. بس ادي الفكره كلها، لو واحد عنده الكليه تعبانه تدي له دواء ليبوفيلك، لو واحد عنده الكبد تعبانه تدي له دواء ايه؟ بس ادي كل الفكره. فكره ثانيه، مين اللي يعدي المخ؟ ليبوفيلك ولا هيدروفيلك؟ صح. يبقى واحد لو عنده اكتئاب، واحد عنده اديله ليبوفيلك ولا هيدروفيلك؟ ولا صح ولا بس ادي كل اللي فيه. يبقى انت لازم تحفظ لك. لو انت تاخد بقى اقتراح، انت كبرت شويه، كنا الاول بقول لك خد مثال واحد، لا دلوقتي خد الكلمه دي لمصلحتك. مش عايز مثال واحد يكفي، مفيش مشكله بالنسبه للي عايز امتحان. اللي ما عايز يتعلم خد الكلمه دي بتملو. هي راحت فين اهي؟ اختراعات عمكم عطيه بقى. بتملو. والثانيه انساكي. انساك خلاص. انا انساكي اهي. يبقى انا عندي بتملو ده ليبوفيلك، وانساكي ده هيدروفيلك. خلاص خلصنا. طب عايز حاجه تعرف حاجه تاني؟ اه في حته مهمه. ايه رايكم يا اولاد في البارشيال اجونست؟ نعم. الدواء مش في دواء اسمه بارشيال اجونست؟ في بعض البيتا بلوكر زي البارشيال، زي كلمه باو. هل ينفعوا يا اولاد في علاج الانجينا ولا لا؟ ولماذا؟ حد يجاوب السؤال ده. بارشيال اجونست يعني ذو الوجهين. يعني مش بيعمل البراديكادي، بيعمل نص نص. ينفع ولا ما ينفعش كلمه واحده؟ ينفع. لا كونتر عندك كده تكتب. يبقى رغم كده خد بقى الجمله اللغه العربيه جميله بقى. رغم ان البيتا بلوكر هي روح الانجاي، روح. مفيش حاجه اسمها واحد عنده انجينا من غير بيتا بلوكر الا البرنزيميت، الا انها في نوع منها كونتر اندكيت اللي هو مين؟ البارشال. عايز تعرف خد مثال واحد بس، بندولول. عايز تبقى اكبر خد باو. باو على وزن ماو بتاع الصين. باو بندولول اسبيتولول والاوكسيبرينولول. نعم. ليش الكترون؟ ليش بقى؟ انت قلت لي ايه؟ انت بارشال يعني بتعمل تاكيكارديا، يعني لو مرض عنده برد كبد بتعمل سكيتار. صح. يبقى زودت الاكسجين ديمان. وفكره البيتا بلوكر ليه نفعتنا البيتا بلوكر؟ عشان قللت الاحتياجات. انت ما قللتش الاحتياجات. واضح معايا؟ خلاص. طيب نيجي بقى يا اولاد للادفيرس افكت بتاعت البيتا بلوكر. انا عايز برضه اديكم سكيما تحفظوها. قول لي والله في بيتا 1 وفي بيتا 2، صح ولا مش صح؟ بيتا 1 مش هي عملت سكرنا البيتا 1، يبقى حصل في الهارت ريت. طب لما يقل الهارت ريت جامد يحصل ايه؟ ممكن كارديك اريست. صح. طب الكونتراكتيريتي لما تقل يحصل ايه؟ كل جامد 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 يحصل هارت فيلير. يبقى هي ممنوعه. كلام بقى ايه؟ كلام عام لسه، كلام جرايد. البيتا بلوكر ممنوعه في علاج الهارت فيلير، صح ولا مش صح؟ او ممنوعه في اللي عنده اسكيميا مع هارت فيلير، صح؟ ده الكلام القديم. الكلام الجديد بقى تستخدم في علاج الهارت فيلير. هنقولها بس بعدين في النهايه في السرابيل. ما بيضر زياده. المنطق ايه يا اولاد؟ الله ينور عليك، احنا قلنا نحن ناس ماديين. المنطق بيقول لو واحد عنده هارت فيلير القلب بتاعه مش قادر يضخ، انت بتديله بيتا بلوكر ازاي؟ انت مجنون انت ولا صح ولا مش صح؟ تديله بيتا بلوكر تضعف الكونتراكتيليتي اذا كان هو اساس مرضه ضعف الكونتراكتيليتي. ازاي انت تديله؟ فوجد يا اولاد ان ما تستخدم جرعه صغيره. اولا كلام بقى العلم بقى، الراجل ده انت يهمك المظهر ولا الجوهر؟ لا يهمني الجوهر. طب الراجل ده يا حبيبي بيموت من اريزمي، اللي عنده هارت فيلر بيموت من ايه يا اولاد؟ طب والاريزما مين سببها؟ السمباسات. الملعون الغضب السمباسات. طب احنا لو سكرنا السمباسات المريض ده تقل الاريزما؟ نعم. فعشان كده يا اولاد خدوا بالكم بقى معايا، انت هتاخدوها هارت فيلر مع دكتور سعد هقول لكم نفس الكلام، بس عشان تبقوا مهيئين. يبقى انا لان احنا ممكن يكون هارت فيلر مع انجينا في علاقه، فخلي بالك معايا. فعشان كده البيتا بلوكر بديها جرعه صغيره ما وصلش بيها الى السيمتومز بتاعت المانيفستيشن بتاعت الهارت فيلر. اللي هي الديشنيا والفتيج والحاجات دي. ادي جرعه ايه؟ صغيرة. جرعه وقائيه. عشان كده بقول لك ربع حبايه، ثمن حبه. وازود جراديول حتى يظهر عليه المانيفستيشن بتاعت الهارت فيلر، ارجع تاني. خلاص يبقى انا عملت الحركه اللي هي النص كومبي. خلاص يا ولاد؟ واضح الحته دي؟ طيب يبقى في الهارت فيلر لا دي مش مشكله. نمره اثنين في وصله خدتوها اسمها الايفينود. عقده كهرباء، وصله كهرباء، عمود كهرباء كده بوصل كهرباء ما بين الايه؟ الوزين والبطين. صح؟ الايفينود دي. الايفينود ديت برضه اساسها اللي بيشغلها سمباسات. فالبيتا بلوكر بلوك السمباسات، يبقى تمنع تعمل ايه؟ ايفينودال بلوك.
او ايه اتريو فنتريكولار بلوك. يبقى لو واحد لو عنده ايه في بلوك ما ياخدش مين بيتا بلوك. هذا خلصنا بيتا 1 يا اولاد، خلاص واضح الكلام؟ طيب نيجي على البيتا 2. البيتا 2 موجوده فين؟ ببساطه كده موجوده في البلاد فيزل. يبقى اللي عنده بريفيرال فاسكولار ديزيز بيتا بلوكر غلط عليه ولا مش غلط يا اولاد؟ هتعمل له فاسوس باس هتقلل البلاد فلو. نمره 2 موجوده في الليفر وموجوده في البنكرياس. في الليفر بتحول الجلايكوجين الى ايه؟ الى جلوكوز، يعني بترفع الجلوكوز. انت سكرتها يبقى عملت هايبو ايه؟ هايبو جليسيميا. يبقى مريض السكر لو خد بيتا بلوكر في مشكله ولا خاصه النان سيلكتيف. نعم. طيب نمره 2 هي اساسا بتطلع انسولين، صح ولا مش صح؟ فانت لما بلوك البيتا يبقى حصل لك، يبقى اذا عندي عملين ضد بعض، قللنا الانسولين وقللنا الجلوكوز. والله البالانس يعني قصدي ملخص الكلام، مريض السكر ممكن يتلخبط خاصه مع الايه النان سيلكتيف. ادا تاني حاجه. تاني احنا قلنا دلوقتي الحاجه المهمه بقى في الشعب. في الشعب. طب هي البيتا 2 اصلا بتعمل بالشعب بتوسع، فانت بتسكر يحصل ايه؟ يبقى ممنوع على مين؟ ازمه. خلاص. طيب تدي له سيلكتيف ولا نان سيلكتيف؟ تدي له سيلكتيف، لان البيتا بلوكر قلت لك اوزن الامور. انت حكيم، دكتور حكيم، اوزن الامور. مريض يا اخي هيجي له هيموت من الانجاينا، والبيتا بلوكر دي باذن الله سبحانه وتعالى تقلل المورتاليتي. اعطاها له ولا ما اعطاهاش؟ هو عنده ازمه اديله، بس اديله جرعه صغيره واخد بالي عليه. قول له لو حصلت ضيق في النفس، كرشه النفس، تعالى لي قول لي. يبقى مضطرين اسفين نغير الى مجموعه تافهه، هنقولها دلوقتي اسمها كالسيوم شانل بلوكر، تافهه في الانجاينا. انا بتعالج السيمبتومز ولكنها لا تغير المورتاليتي. كنا متشبثين بالبيتا بلوكر الى اقصى درجه. واضح يا اولاد الكلام؟ طيب نمره 2 احنا قلنا لها ما قللت الدم للرحله للعضلات عملت فتيك، صح؟ وعملت امبوتنس عند بعض الرجال. يا اولاد يشتكي من امبوتنس متزوجين ليه؟ لانها برضو قللت البلاد فلو للاورجان، صح ولا؟ قللت الكارديك اوتبوت وعملت فاسكونستريكشن. احنا قلنا فكره الاريكشن عايزه فاسكونستريكشن، فشيء طبيعي جدا ان انت ايه تاخد بالك من الحته دي، تدي له سيلكتيف بقدر الامكان، سيلكتيف بقدر الامكان. خلاص يا اولاد. نمره 3 اللي بتعدي المخ تعمل ايه بقى؟ تعمل ديبريشن. هذا السايد افكت بتاع البيتا بلوكر، ولا حفظنا حاجه ولا حاجه. يبقى ده بيتا 1 قلناه، وبعدين بيتا 2، وبعدين حاجات عامه بقى على المخ وعلى العضلات والحاجات دي. خلصنا من البيتا بلوكر. نيجي للكالسيوم ان شاء الله. برضه بصوا لي كده وركزوا معايا علشان نفهم الكالسيوم. لو فهمت الكلمتين اللي قلتهم القراءه عندك سهله، سهله جدا، مفيش فيها اي مشكله، الكلام ده كله عادي. الكالسيوم شانل، والله قال لك ايه يا حبيبي؟ ونفس الفكره، قال لك انا عايز اعمل دايليتيشن للسموز ماسل. ليه تعمل دايليتيشن؟ عشان اخفض الضغط، صح ولا مش صح؟ السموز ماسل اللي فين؟ اللي في الشريان، اللي في الفين، اي سموز ماسل. طيب اوكي، يعني فكره النيتريت يا اولاد، النيتريت عملت ريلاكسيشن للسموز ماسل بس بالطريقه بتاعتها، طلعت مين؟ نيتريك اوكسيد. نيتريك اوكسيد شغل الكونسيكلس، بيزود سايكل ماده السايكلك جي ام بي، هي اللي عملت الريلاكسيشن، صح؟ هنا بقى قال لك لا، ده العضلات السموز يا اولاد، السموز والكاردياك كمان عشان تنقبض عايزه كالسيوم من بره. طب انا لو سكرت القنوات ديت هيحصل ايه؟ ريلاكس. عشان كده سموها ايه؟ كالسيوم شانل بلوكر. خلاص. طيب السؤال الثاني، هل يا اخي الكالسيوم شانل بلوكر نوع واحد؟ لا، ثلاث انواع. في عندي حاجه اسمها ال اللونج، وعندي تي ترانزيت، وعندي الان النيورال. احنا بنسكر مين؟ ال اسمها فولتج ديبندنت، تعتمد على الفولت، يعني في الديبولاريزيشن والحاجات دي. خلي بالك يا اولاد، الفولت يعني ما يخش الصوديوم بيعمل ديبولاريزيشن، هي تفتح ثم يخش الكالسيوم. خدتوها في القلب ولا ما خدتوهاش؟ الصوديوم يفتح يخش الكالسيوم، فانت سكر الكالسيوم. واضح يا اولاد؟ دلوقتي الكالسيوم شانل بلوكر بتشتغل على مكانين رئيسيين، نمره 1 الهارت، نمره 2 البلاد فيز، وبالذات الارتري. سيبك من الفين، ضعيفه في الفين، عكس مين؟ عكس الانتريت. الله ينور عليك. خلي بالكم معايا بالكلام، نفهم القصه كده بالبلدي كده، وهتلاقي القراءه سهله خالص. يبقى هي عكس مين؟ عكس النيتري. اوكي، لانها بتشتغل على الارتر. اوكي، طب ناخدها كده، هل هم نوع واحد الكالسيوم شانل؟ لا، ثلاث انواع. نوع متخصص في الهارت اساسا، بس له بلاد فيزل بار، ونوع متخصص في البلاد فيزل في الارتري، ونوع بالانس. النوع بتاع الهارت اسمه مجموعه ايه يا اولاد؟ الفيرابامين. مر عليكم الاسم ده؟ أيوة. اكيد. المجموعه الثانيه بتاعت البلاد فيزل اسمها دايهايدروبيريدينز. دايهايدروبيريدينز بتاعت البلاد فيزل الارتري، فيها انواع، منها شورت زي النيموديبين، منها انترميديت زي النيفيديبين، منها لونج زي الاملوديبين. يعني كلهم فيهم شورت وفيهم لونج. خلي بالك معايا من الكلام. يبقى انا عندي مجموعه الهارت ومجموعه الايه؟ البلاد فيزل. في مجموعه وسط اسمها دلتا زد، اللي هو ايه؟ الهارت قبل البلاد فيزل. طيب
انت هتستخدم مين فيهم في العنجينة وايه الفكرة بتاعتك بالظبط. هناخدها واحد واحد. ناخد الاول مجموعة الهارت اسمه فيرابامين يا اولاد, والدلتازيم يعتبر تبع بعض. بيعملوا انت في الهارت بلوك الكالسيوم, خلي بالكم معايا بلوك يا اولاد الكالسيوم في الهارت ماسل نفسها. يبقى قللت الكونتراكتيل هرمون, ما قللت شيء, يبقى فادت ولا ما فادتش؟ عامله زي مين؟ زي البيتا. الله ينور عليك, خلي بالكم معايا, عامله زي مين؟ بيتا بلوكر. خلاص كده. أيوه. انا لسه قايلين دلوقتي, انا شرحت لكم البيتا بلوكر لماذا رغم انها تقلل الكونتراكتيل ولكنها تستخدم في علاج مين؟ الهارت فيلر. هنا لا, ليه بقى؟ ايه الفرق؟ حد يقول لي شاطر كده يقول لي ليه؟ لماذا الهارت فيلير؟ السؤال اهو, سيب لنا وقت. البيتا بلوكر كود بي يوزد, ده مش كود بي يوزد, ده علاج رئيسي من علاج الهارت فيلير. لكن الفيرابامين لا يستخدم رغم انهما الميكانيزم الافكت واحد. نعم. الكالسيوم بلوكر تمنع نفس الكونتراكشن بينما البيتا بلوكر تمنع سمباثيك زون. صح, هو الاجابه عشان تمنع سمباثيك. احنا قلنا ديك البيتا بلوكر دورها مش عشان الكونتراكتيلتي, دورها عشان السمباثيك. لما الكالسيوم لا تمنع سمباثيك, رفع. خدوا بالكم معايا من الكلام يا اولاد. فانا عندي مجموعه الفيرابامين تشتغل ازاي على الهارت؟ قللت الكونتراكتيلتي وقللت الهارت ريت لانها بلوك الكالسيوم في الاس اي نود والاي في نود. يبقى عملت ايه في بلوك؟ صح ولا مش صح؟ ايه في بلوك زي مين؟ بيتا. زي بيتا بلوكر. مش لسه دلوقتي بيتا بلوكر بتسكر الاي في نود فبتمنع الوصلة الكهرباء ما بين الاتريوم للفنتريكل. هل يصح بقى في الوقت ده احط فيرابامين مع بيتا بلوكر يا اولاد؟ لا لا, ده الاثنين افكت واحد. ده المريض يقع, القلب بتاعه يقع, هما الاثنين بيعملوا براديكال, هما الاثنين بيعملوا اي في بلوك, هما الاثنين بيعملوا ديكريز في الكونتراكتيلين. ما يصحش احط الاثنين مع بعض. واضح الكلام؟ طيب, يبقى اذا هي ريحت الكالسيوم. عشان ريحت المريض ازاي؟ قللت له الكونتراكتيلتي صح, وقللت الايه الهارت ريت ده على القلب. طب نيجي بقى للبلاد فيزن, هي اساسا ريلاكس سموث ماسل فقللت الافتر لود. طب البري لود, قللت البري لود لان ريلاكس سموث ماسل. طب البلاد فيزن بتاع الهارت اللي هو الكورونري عملت فازو ديليتيشن. أيوه. يبقى لك ترفع في البرنز مثلا ما ترفعش ايه؟ تنفع. خلاص, ادي الميكانيزم بتاع الكالسيوم شانل في علاج المين يا اولاد؟ في علاج الامجاد. دي اول مجموعه اللي هي الفيرابامين والدلتازيم مع بعض. خلاص فهمنا الميكانيزم بتاعها. الافكت المين الميجر بتاعها يعود الى الهارت ولا يعود بلاد فيزن؟ على الهارت. يعود الى الهارت, برافو عليك, يعود الى الهارت. نيجي للمجموعه الثانيه بقى, هي الداي هيدروباريدينز بتاعه البلاد فيزن, بتاعه البلاد فيزن اللي هو انا عندي مجموعتين, واحد طايش هم اخين, اخ طايش واخ عاقل. خلي بالكم معايا من الكلام. اخ طايش نيفيدبين. ليه طايش؟ رابت اونس شورت ديوريش. وللاسف يا ولاد احنا ايام عشان بس العلم سبحان الله, ايام ما اتخرجنا كنا نعالج اللي عنده ضغطه عالي خالص بحبات نيفيدبين تحت اللسان. نخرمها كده يا زيد, خرمها كده تحت اللسان, الضغط ينزل واحنا مبسوطين خالص. وتريك ان يخش من الفركشن بعد كده ويموت واحنا ما نعرفش. هو العلم كده قالوا كده ايام ايه؟ ليه يا اولاد؟ فكر معايا. رابد اونست شورت ديوريشن, دي النيفيدبين تروح موسع الشريان فجاه. ايه اللي هيحصل؟ ريفلكس. طب وبعدين؟ تاكي كارديا. طب والتاكي كارديا جامده جدا صح, وزياده في الكونتراكتيلتي. يبقى ايه؟ ممكن المريض يخش في انجينا ولا مش ممكن؟ ايوه. وفعلا وجدوا ان فيديبين, اكتبها معلومه عندكم بقى, ان فيديبين يزود الانجينا وكونترا اندكيتد في علاج اي نوع من الاسكيميك كارديا رغم انه ايه يا اولاد؟ كالسيوم شانل بلوكر. ليه؟ بسبب طيشان. الله, يعني يا دكتور انت عايز تقول لو واحد عاقل شويه كان يستخدم اللي هو مين بقى؟ الاملوديبين. الاملودوبين سلو انست لونج ديوريشن. الفكره موجود في الماركت اسمه املور عندكم, حبه واحده في اليوم. كالسيوم شانل بلوكر مجموعه البلاد فيزل اللي هي مجموعه الشرايين خلاص الارتريز, وبعدين هو لونج ديوريشن. بيعمل ايه بقى؟ انت وسعت الشرايين بس ببطء براحتك, فما حصلش الريفلكس تكيكال. خلاص يا اولاد, ما حصلش ايه؟ الريفلكس ولا حصل فيه زياده في الكونتراكتيل. فانت افدت المريض ازاي؟ بطريقتين. نمره واحد وسعت له الافتر لود صح, قللت الافتر لود. نمره اتنين زودت البلاد فلو للهارت. دي الفايده الرئيسيه, وما جتش يمت الهارت والكونتراكتيلتي ما جتش يمتها. عشان كده اكتب بقى المعلومه الجميله دي, اقول لك فزوره اهو يا ابني. في كالسيوم شانل بلوكر واحد كونتر انديكيتد في الانجاين وفي واحد انديكيت. الاجابه نيفيدبين كونتر انديكيت صح ولا مش صح؟ الانديكيتد فيرابامين واملوديبين بتاع القلب وبتاع البلاد فيزر العائل الطويل. دي نمره اول حاجه. نمره, طب واللي عنده هارت فيلير لسه قايلين, هل يا اولاد ينفع الفيرابامين؟ لا. هل ينفع النيفيدبين؟ لا. ده انت تموت المريض, قلبه تعبان انت عمال تعمله لي كده. لا غلط. امال مين اللي ينفع؟ الله ينور. خلاص, هذا خلاص الكلام. مش اقولها ثاني ولا ايه؟
الكلام الثاني بقى كلام حكومه عادي ايه الساده فكره نقولها نمر عليها بسرعه حاجه بس ان عايزك تفهمها ايه دورها في الانجاين ايه دورها في الانجاين يبقى هما مجموعتين رئيسيتين خليهم مجموعتين اتنين بقى مجموعه تشتغل على الهار ومجموعه تشتغل على البلاد فيزل والبلاد فيزل يعني هنا مين للارتري هي مش بتاعت فين قوي هي مش بتاعت عشان كده بيجي سؤال يقول لك يا حبيبي مين اللي بخفض الضغط اكتر يا ابني الكالسيوم شانل ولا النيتريت هتقول له لا الكالسيوم شانل لو رحت اي مريض ضغط يقول لك باخد كالسيوم عشان ما فيش مريض بياخد نيتريت ليه لان لا توليرنس ما تنفعش في علاج الضغط هي بتاعه قلب صح يا شباب طيب السؤال الثاني بقى طب لماذا مين اللي بيعمل بوتشر هايبوتنشن اكتر النيتريت ولا الكالسيوم عشان طب ليه الفينودايل عشان فينودايلتيشن يبقى الكالسيوم عشان الفينودايلتيشن بتاعها ضعيف يبقى السؤال اهو انظو كالسيوم عشان ار ماتش مور سترونجر ارتيريو دايليتور زي النيتريت بس ات دازنت اندوس بوتشر هايبوتنشن كمبير مع ليه يا اولاد معنا واضح القصه دي عايزكم تفهموا خلاصه الموضوع يا اولاد الكلام الكتير ملوش لازمه نفهم القصه اي حاجه تقراها لك فاهمها طالما فهمت الكور والهيكل بتاع الموضوع اي كتاب لو قريت جبت كتاب كده كم بالقد كده 2000 صفحه لا ماشي فيه فاهم اللعبه ماشيه ازاي لما اساسك تعبان اي كتاب يعطلك لو ليبن كوت بتاع التمرين هيعطلك ماشي يا شباب طب الواحد يقول لك ليبن كوت بتاع التمرين نعم الفارماكوكينيتيك اللي طبعا عادي خالص هو لها فيرست باس عامله زي النيتريت ما فيش فيها حاجه ولا القصه بتاعتك اللي انتوا كنتوا فهمتوها بس لو مش فهمتوها نقولها تاني في البتاع ما في مشكله نيجي للانديكيشن بس طيب خلاص نيجي الكومبينيشن دي ايه رايكم في الفارابامين مع النيتريت صح ولا خطا في علاج الانجاين نجيب لكم سؤال كده بالامتحان ما تحط نيتريت مع فارابامين افكر نعم ليه خطا ليه بص لي كده الفارابامين بيعمل في الهارت ريت قل ديكريت قلنا نيتريت يبقى يصلحها بعد ما يصلحوها صح كده هو الخطا بتاعك خلي بالك تدي اتنين يعملوا تك الكار انت بالعكس ده ممتاز ده عامل زي البيتا مش قلت لكم الفارابامين زي البيتا بلوكر بالظبط مش سيبك هايبوتنشن لا مش سيبك من الهايبوتنشن ما احنا نظبط الجرعات هيصلحها بعد ولا مش هيصلحها بعد ليه انت حطيت نيتريت مع بيتا بلوكر عشان يصلحها بعد طب دول يصلحها بعد ولا ما يصلحوش يا اولاد صلح خلاص طيب نيفيدبين مع النيتريت صح ولا خطا لا خطا دي لو عايز تموت العيان رغم انت مديله ده وين صح يا دكتور ده انا راجل طيب انا كاتب له نيتريت وفيرابامين كالسيوم شانل يا حبيبي انت مش فاهم حاجه النيتريت بتعمل تكيكات بتزود الاكسجين ديماند بتاع الهارت والنيفيدبين اصلا منعناه اصلا منعناه في علاج الانجين احنا قلنا اصلا حتى عمل قعدوا الشركات تتحقق لك طب نعمله سستيند ريليز عشان يعلى شويه نعقله يعني برضو عمل مشكله فخلاص واضح الكلام ده طب ايه رايكم في الفارابامين لا مع البيتا بلوكر ينفع ما ينفع ليه كلهم ديبرست ها كلهم نفس صح طب ايه رايك في النيفيدبين مع بيتا بلوكر نظريا ينفع نظريا ينفع يتعقله مش هو هبل بيعمل تكيكارد يتعقله نظريا ولكن احنا قلنا النيفيدبين اساسا مش عادي فعايز كلسه مش هاخ هات لي واحد عاقل امليدبين او هات لي واحد ابو العقل فيرابامين بتاع الهارت متخصص ها قصه واضحه يا اولاد طيب نخش بقى طبعا في استخدامات ثانيه للكلسه مش شانل مش دورنا انت اي حته تروحها يقول لك فيها كلسه مش شانل السايد افكت طبعا نفس الكلام بقى اي دواء يا اولاد يعمل ارتيريو دايليتيشن يعمل ايه صداع الله ينور عليك فلاشينج اول مره داخل الحبايه الكالسيوم متشنج زي النيتريت بالظبط يقول لك يا دكتور انا عندي صداع وشي كده بيسخن حاسس ان جسمي بيسخن اقول له صح فالدواء جاب نتيجه عمل ارتيريو دايليت طبعا ممكن تعمل هايبوتنشن صح والنيفيدبين ممكن يموت المريض عن طريق التاكيكارديا خلاص في حته بقى انا قلت لكم عليها المره فاتت حاجه اسمها كورونري ستيل يا اولاد قلت لكم عليه سرقه الدم من المناطق المريضه يعني راجل غني ومبسوط وراح يسرق من راجل فقير بسبب ايه بسبب الطيشان بقى انت عملت دلوقتي النيفيدبين عمل هايبوتنشن ريفلكس ايه تكيكارد الهايبوتنشن قلل الفلور الهارت وكمان عمل ريليز للاسباز قلت لكم مين اللي ريليز اكتر النورمال ولا الابنورمال النورمال يبقى سحبت الدم من المنطقه الاسكيميا بطريقه غير مباشره صح زودت عشان كده النيفيدبين ممنوع منعا باتا خليها في مخك كده يا اولاد مفيش واحد عنده الم في الصدر اللي هو عنده انجينا وتكتب له النيفيدبين عايز تكتب اصلا عيله الكلسه مش شانل مش محببه في الانجين الا لو كانت البيتا بلوكر ممنوعه مثل اللي عنده مثلا بريفر باسكار ديسيز اللي عنده ازمه حتى بتوع الازمه نقعد نتحايل اديله سيلكت اديله مش عارف ايه ليه اصل دي كمان ما بتعملش المورتاليتي
الكالسيوم شانل لا تقلل المرتاح. خلصت الكلام. ما بتعالج سيمتوماتيك فقط، فبلجأ إليها لجوء المضطر عشان أعالج الأعراض عند المرض. الألم ما يجي يمشي يجي له ألم، بس مش مقتنع إن هي عملت له حاجة، لم تحسن المرتاح. خلاص الكالسيوم شانل واضحة يا ولاد؟ طيب خش بقى بعد كده على في حتة بس مهمة عايز أقول لكم عليها، اللي هي بتاعت الإديمة. يا فين؟ طبعا بيعمل امساك يا اولاد صح؟ كالسيوم شانل ليه؟ كالسيوم نفس الفاكهه مش سموز مثلا؟ عايز الكالسيوم انت منعت الكالسيوم يحصل انكسيشن. طيب القديمه بقى خلي بالكم معايا ديت، عايز اقسمها عشان تفهموها لانها ديت مهمه. المفروض انتوا خدتوها في الضغط، خدتوها في الضغط ولا ما خدتهاش؟ خدتوها يا ريت في الضغط؟ مع الكالسيوم شانل؟ ها؟ طيب بصوا معايا كده، ادا لازم الماركه دي، ادا الارتري وبعدين ده الكابيلاري وبعدين ده الفينيول. هم معايا الحتتين، ثلاث حاجات: ارتري، كابيلاري، فينيول. الكالسيوم شانل بتوسع الارتر اكتر ولا الفينيول؟ صح، وسع، وسعت الارتر. يبقى الدم هنا زاد ولا ما زادش؟ زود الانترا كابيلاري بريشر ولا ما زادش؟ لان الفينيول ما مش متوسع بنفس القدر، فزاد الرش. طبعا انت عارفين القديمة من الميكانيزم بتاعها هي زياده الانترا فاسكولار بريشر، الهيدروستاتيك بريشر هنا صح؟ فزاد يا الضغط هنا زاد، فبتطلع ميه هنا، ميه. طلع بالك معايا ميه بس مش ملح. دايما القديمة اللي احنا فاهمينها فيها ملح، سولت اند ووتر. حتى لسه قايل لكم دلوقتي اي دواء باظ دايليتور يعمل ايه يا اولاد؟ سولت اند ووتر ريتنشن. خلاص؟ لا هنا لا فكر. فوجد ان المرضى، خد بالكم معايا، المرضى بتوع اللي بياخدوا كالسيوم شانل رجليهم بتورم، فهم فاهمين الميكانيزم الاساسي. قال لك ايوه اصل فازو دايليتور، الفازو دايليتور بيطلع رينين، والرينين بيطلع الدوستيرول، فبيحجز الصور ملح وميه. فرد له دايريتك ما جابش نتيجه. ليه ما جابش نتيجه؟ قال حبيبي ببساطه انت بتدي دواء مضر للملح، هنا ما فيش ملح، ده هنا ميه بس. طب انتوا فكروا معايا بقى كيف تحل المشكله دي يا اولاد؟ ناتريت صح، برافو عليك. احد الحلول ما احط مثلا املو دبين مع ناتريت، ماشي. ايه تاني؟ اودي بيتا بلوكر صح؟ ادي بيتا بلوكر احط لان هتسكر الارتر شويه. ما هنلعب اللعب بتاعنا، واحد قال لك نوسع دي صح او نضيق دي صح. ايه تاني؟ اشيل الكالسيوم شانل الخام ماشي، اجيب نوع تاني. ودي والله يا اولاد انا دايما احكي القصه دي عشان دي حصلت مع واحد صديقي اسمه الاستاذ حسن عبده، صبحه الله بالخير. استاذ حسن عبده عنده كان عنده ستروك، وبعدين كان بياخد دكتور كتاب بتاع مخ صرت تابلو املو دبين. والله يا اخوانا دي قصه حكايه، بس دايما نحكيها عشان تاخدوا منها العظه وتفتكرها. فبعد اسبوعين جاء له ورم في رجليه، وكان بيعالجه دكتور استاذ مخ واعصاب. فراح له قال له ورم في رجليه، حتى مش عنده المبادئ ومتهور. قال له يبقى عندك هارت فيلر. راح كاتب له ديجوكسن، هتاخدوها انت مع الدكتور سعد، ديجوكسن وفروزيمايد. عارفين الفروزيمايد يا اولاد؟ مدر للبول دايريتك. كتب له ديجوكسن، مش محتاج هو ديجوكسن. وحتى اصلا ما هتاخد تتعلمه مع الدكتور سعد علاج الهارت فيلر ما تبداش بالديجوكسن. ديجوكسن اخر حاجه لما تفشل البيتا بلوكر وتفشل الدايريتك وتفشل الانجيوتنسين في حاجات ثانيه خالص. المهم فخد الدويين ما تحسنش المريض. انا نازل في اجازه فبقول لرجليه ورم، رحت للدكتور وحصل كذا. طب قلت له طب وريني الدواء اللي بتاخده بس. في مخ الكالسيوم شانل، لقيت الكالسيوم شانل ببساطه. قلت له انا عامل لك حركه فارماكولوجيه بس، شيل الدواء ده وخد لي زينوبرين. شيلنا ايه؟ الكالسيوم شانل، حطينا لي زينوبرين. والله في خلال اسبوع بقى زي الفل، بس حاجه بسيطه خالص. اذا في اديمه هنا اهي، اديمه ليست سولت اند ووتر ريتينشن، انها قديمه بسبب زياده، بسبب الميكانيزم زياده الهيدروستاتيك بريشر. ليه الهيدروستاتيك بريشر زاد؟ لانه بيميز في التوسيع، وسع الشريان اكثر من الفانيول، فعمل لي فيه حجز صح يا اولاد؟ حجز في الكابيلاري مضغوط شويه، فرشح شويه ميه مش ملح. لو ملح كان استجابت للبروزيماي. خلاص يا شباب؟ ده اللي يهمنا في اللي في السايد. طبعا اللي عنده يا اولاد برضه حموضه اللي هو الريفلكس يزيد ولا يقل مع الكالسيوم شانل؟ يزيد. ما هي نفس عارف احنا بنعالج اللي عنده ريفلكس ازاي يا اولاد؟ بنقول له حاجه زود التون، دواء اسمه دومبريدون اللي هو الموتيليان او ميتا كلوبرومايد، دواء بروكاينيتيك كده. على اي حال خلاص كفايه كده عليهم، كفايه كده عليهم. طيب مين اللي ينفع في الهارت فيلير يا اولاد؟ لو عندك انجينا مع هارت فيلير من العيله دي، املوتيدين، هل ينفع النيفيدبين؟ لا. هل ينفع الفيرابامين؟ لا. طب
طب يا دكتور طب ما انت كده بتميز، طب ما البيتا بلوكر كانت بتقلل الكونتراكتيليتي واستخدمتها في الهارد فيل. ايوه لان لا بتقلل المرتبط لما الفرابامين ما بقللش المرتبط، فعايز استخدمه ليه بقى؟ وهيزود لي المانيفيستيشن بتاعت الهارد فيل. واضح يا اولاد؟ طيب نخش بقى. بقول لك شفت الايديال كانديديت للمريض اللي هيتعالج بالكالسيوم الشرعي ان يكون ممنوع عليه البيتا بلوكر، صح؟ مثل مريض ايه يا اولاد؟ الازمه السكر اللي جاي بريفرا باسكولار ديسيز، مش لما مريض برينزيميتال تنفع البرينزيميتال ولا ما تنفعش؟ تنفع مش فاز دايلكتيشن لانه عنده سباز. يبقى اذا الم البرينزيميتال بقى يبقى البرينزيميتال يستخدم فيها نوعين بس، نيتريت والكالسيوم الشرعي. ممنوع عليها مين؟ البيتا بلوك. تنفع في المريض اللي عنده اي في بلوك، مش الاي في بلوك ممنوع عليه البيتا بلوكر؟ واي في بلوك ممنوع عليه الفيربامين، ينفع معاه مين؟ الاملوديبين. الاملوديبين اللي هو نوع من الكالسيوم الشرعي اللي هو طويل المفاصل اللي ما بيأثرش على الهضم. طيب تنفع الثاني. طيب انا اقولها في بعدين ما تقلقش. بعد كده الهايبرتنشن، المريض عنده انجينا وهايبرتنشن، تنفع ولا ما تنفعش يا اولاد؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ طب بالمناسبه بقى عشان نجيب برضو المريض الايديال لاستخدامات البيتا بلوكر، نرجع لها ثانيه واحده بس. بيتا بلوكر الايديال راح فين؟ حتى مكتوبه هنا ديكيشن سكيم خالص. طب بعدين هنقول كويس رابط كده يا اولاد. خلصنا ايه كده؟ خلصنا الثلاث ادويه الرئيسيه لعلاج القلب. هلخصهم تاني. عندنا نيتريت فينو دايليت قلل البريلود بتزود الكورونا بلاد فلو ريليف لسباس. تشتغل على الخمس محطات البريلود والافتر لود والكورونا برود فلو، بس فيها عيب بتزود الكونتراكتيليتي بتزود الهارت ريت. خلصنا منها. المجموعه الثانيه بيتا بلوكر اللي بلوك السمباثيك على الهارت، فبتشتغل من على الهارت لو بتقلل الهارت ريت وبتقلل الكونتراكتيليتي، صح؟ وبتقلل الافتر لود انها بتقلل الضغط الا البريد. هيفضل لها ايه بقى؟ بتزود البريد وفازو كونستريكشن على الكورونرز، فعيب فعيب في الانجاين البرنسيبال انجاين. خلصنا منها. بس هي تقلل المرتبط، الوحيده بتقلل المرتبط عشان كده بحترمها، عملها تعظيم سلام. فيها عيوب احاول اصلحها، اجيب سيلكتيف، مش تعمل لي ديبريشن اجيب برضه هيدروفيلك، يعني احاول مانج. واحد عنده ازمه ياخدها واحد عنده سكر ياخدها شفت كلمه بقول لك رغم ان هي خطر على السكر وخطر على الازمه، بس حاول بجرعه بسيطه سيلكتيف مشي امورك، لان دي الوحيده المفيده في الانجاين اللي بتقلل المرتبط. اخر مجموعه مجموعه الكالسيوم شانل، وهي مجموعتين، مجموعة القلب ومجموعة البلاد فيزل. البلاد فيزل هنا يعني الارتري، الفين مش قوي. المجموعة القلب اسمه الفرابامين واخد دلتازام، دول دول يشتغلوا على القلب مثل البيتا بلوك، يعني بيعملوا براديكارديا، بيعملوا يا اولاد ديكريس في الكونتراكتيل واي في بلوك، نفس الكلام، عشان كده ما تحطهمش مع بعض مع البيتا بلوك. خلاص؟ طيب ولا ينفعوا في الهارت فيلير. هذا معنى الكلام. عكس نيجي بقى المجموعة الثانية اللي هي بتاعت الشرير، مجموعتين، مجموعة طايشة مجموعة عقل. الطيش زي مين؟ نيفيديبين. لا يستخدم لانه بيعمل ريفلكس تاكيكارديا، بوظ الدنيا خالص، وبيعمل حاجه اسمها كورونا ستيل فينوم. الاملوديبين اللي انا بستخدمه اللي هو الارتيريو دايليتر هو اللي بنستخدمه، بيعمل فازو دايليتيشن للشرايين، بيقلل الافتر لود. خلاص هم ملوش دعوه بالهارت، يعني ممكن استخدمه في الهارت فيلر اللي عنده ايه في بلوك اي مشكله في القلب ملوش دعوه، هو ملوش دعوه بالقلب. واساسا ايه يا اولاد؟ بتاع ريفرال باسكولار ريزيستنس مين اللي على الافتر لود ولسه على البريم. واضح معايا الكلام يا شباب؟ لما اجي اعمل كومباينيشن اخد بالي بقى مين اللي بيزود الهارت ريت، يبقى احطه مع واحد بيقلل. مين اللي بيعمل تاكي كارديا احطه مع واحد برادي كارديا. كده هذا الكلام الصح، مش احط اثنين بيعملوا تاكي كارديا ولا احط اثنين بيعملوا ايه؟ برادي كارديا. دول الاسئله، دول الادويه الميجور في علاج الانجين يا اولاد، الثلاث مجموعات. نعم. جدول بكرر بين الثلاثة اهو. نجمع لكم الموضوع. بصوا كده معايا يا شباب اللي عايز يجمع المحاضره بقى، المحاضره كلها في الجدول ده. بصوا البيتا بلوكر بتعمل ايه في الهارت ريت؟ تقلل الهارت ريت. بتعمل ايه في الوول تنشن؟ تقلل. صح؟ يعني بتقلل الافتر لود، يبقى بتقلل السيستوليك وول تنشن. والكونتراكتيليتي؟ تقلل. طب والبلاد فلو للهارت؟ تقلل. صح؟ هي ريدستريبيوشن، يعني هنقول تقلل حتى. خلاص؟
طيب نمرة تنديج الكالسيوم عشان مجموعة الفرابامين مجموعة القلب بتعمل ايه يا اولاد في الهاتريت؟ تقلل زي بيتا بلوكر. بصوا في الوول تنشن تقلل كونتراكتيليتي صح ولا مش صح؟ بس في البلاد فلو عشان كده مين اللي ينفع في برينز ميتال فيهم بقى؟ مين اللي بينفع في برينز ميتال انجينا؟ الكالسيوم عشان ولا البيتا؟ كالسيوم عشان الفرابامين صح. يبقى فرعه مجموعه الفرابامين من مجموعه البيتا بلوكر ان هي زودت البلاد فلو لها بس صح ولا مش صح؟ طيب نيجي بقى لمجموعه الكالسيوم الشانل الثانيه اللي هو بتوع البلاد فيزل عملت ايه في الهارت ريت؟ ممكن تزودها اللي هو المجموعه الشورت او ما تاثرش المجموعه اللونج الامبلودبين. طيب في الول تنشن قللت انا قللت الافتر لود. الكارديا كونتراكتيليتي قللت. الاكسجين سبلاي زود. يبقى تنفع في البرنز مثلا ما تنفعش تنفع. اخر حاجه بقى الميتين بتعمل ايه في الهارت ريت؟ بتزود. بتزود في الول تنشن قلل انا قللت الافتر لود والبريلود. في الكارديا كونتراكتيليتي ممكن تزود صح؟ وبعدين الاكسجين سبلاي زود عشان لما اجي اعمل كوبايه. واضح يا ولاد الكلام؟ بص بعد كده بقى حضراتكم لبقى الادويه المساعده البسيطه. هقول ادويه كلمه واحده بس. انت كطالب الادويه اللي هي الحديثه ديت اللي هي لانها مش زي الثلاثه الكبار دول، الثلاثه الكبار دول هم الانجينا. الحاجات دي كده يعني لما تكون مزنوق تدور على واحد مثلا واحد عنده ازمه ومش والبيتا بلوكر هتتعبه فبتضطر عايز اقول عايز يا دكتور دواء يفرمل القلب بس ملوش دعوه بالبيتا 2. عندنا لك دواء اسمه ايفابرادين اهو انهبت الاس ان او بس عايزك تعرف الكلمه دي بس. ايفابرادين يعمل براديكارد ازاي؟ بلوك الاس ان او الصوديوم كانت في الاس ان او كفايه كفايه عليكم كده خلاص. هذا دواء. الدواء الثاني اللي هو الرانولازين. الرانولازين ده بلوك الصوديوم تشانل في الكاردياك ماسل ليت صوديوم تشانل في حاجه اسمها الايرلي وفي الليل. بلوك الصوديوم تشانل في الكاردياك ماسل فبقلل الكونتراكتيليتي يبقى دي رايح القلب ما رايحش يا اولاد. متى الجا الادويه دي؟ حينما مضطر خلاص. هذا الرانولازين يبقى ايفابرادين في الاس ان او رانولازين في الكاردياك ماسل بقلل الهارت ريت ده بقلل الكونتراكتيليتي بس. الدواء الثالث اللي هو الترايميتازيدين ده موجود عندكم في السعوديه وعندنا برضه في مصر. دواء بيحسن الميتابوليك اكتيفيتي بتاعه الهارت. يعني ازاي؟ انا قلت لكم الهارت لما بيضطر في الانيروبيك كونديشن بيستخدم الفاتي اسيد كطاقه. لما انت لو استخدمت الفاتي اسيد عايز اكسجين كتير هتضرنا فهو بيبلوك الحته دي برشا وبيخليه يرجع للجلوكوز بس. هذا فبيحسن الميتابوليزم. يعني اقول لك الدواء ده هو اسمه عندنا فاستاريل وعندكم برضه اسمه فاستاريل. دواء اضافي يا اولاد. لو انت مثلا كتبت دوين للمريض مثلا بيتا بلوكر مع نيتريت وعايز دواء يساعده كمان اديله ايه؟ الفاست. بس طبعا دوره بسيط بحس الميتابوليزم ازاي؟ بيخلي القلب يستخدم جلوكوز بدلا من الفاتي اسيد المكلفه لانها بتاخد اكسجين كتير عشان تطلع اي تي بي. بس كلمتين. نيجي بقى للادويه المحترمه. اكتب عندي بقى خد عني الكلمتين دول واكتبهم انه اي مريض قلب قبل ما يفكر فيه وهكتب له ايه يا رب بيتا بلوكر نيتريت كالسيوم شانل اديله ثلاثه وانت مغمض. ثلاث ادويه كده كتبته بروشته ار 1 ار 2 ار 3 نمره 1 اسبر الجرعه من 75 الى 300 ايه 300 خلينا احنا يعني 81 عندكم حلو الجرعه جسبرين ده موجود ممتاز 81 ملي جرام يوميا. اي واحد عنده انجين او عنده اي اسكيميك هارت ديزيز مفرش دي نمره 1. الوصفه الثانيه ستاتين. اختار له ستاتين محترم ما بيعملش مشاكل. مين اللي ما بيعملش مشاكل يا اولاد؟ رزوفا مثلا رزوفا ستاتين جرعه 10 ملي جرام. هذا الثاني وصفه. ثالث وصفه للزينوبريل او واحد زميلكم بيقول احنا ما خدناش الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر انتاجونال لو الكانديسرتان والفالزرتان كله هم واحد. الانجيوتنسين اللي هو انزيم انهبيتور زي الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر. تفرق حاجات بسيطه مش وقتها دلوقتي بس هشرح لكم بعدين. خلاص يا اولاد يبقى عايز انجو يبقى ثلاث ادويه بكتبهم له وانا مغمض. بكتبهم له وانا مغمض وبعدين اتكلم معاه بقى. ده ليه بقى؟ لان دول انقاذ. دول ايه يا اولاد؟ انقاذ. بيمنع الثرومبس. واحد بيعمل امبروف الاندوثيليال فانكشن استابلايز البلاك بيمنع انفلاميشن. واحد بيقلل المورتاليتي في القلب اللي هو الانجيوتنس وانت انفلاماتوري وانت بروليفيرتيف وبحسن الاندوثيليال فانكشن. فدول هم الوحيدين اللي بيشتغلوا في الباثوجينيسيس بتاعت المرض بتاعك. يعني الوحيدين اللي ممكن المرض بتاعك يتحسن البلاك اللي عنده تقل بدون عمليه. عشان كده قلت لكم الدواء من الممكن يساوي عمليه لو انت ماشي صح. ثلاث ادويه وبعدين بعد كده اكتب بقى حاجه من الثلاثه. ابدا بالبيتا بلوكر لو كان بص
بيتا بلوكر بس مع ثلاثه دول يبقى الوصفه الروشته بتاعه سعادتك اربع ادويه خلاص. يمشي المريض على كده سنتين يبدا يقول لك يا دكتور والله برضو الالم بيجي لي كده يعني الحمد لله كان راح وتحسن بس بدا يجي تاني. يقول له طب ازود لك نوع تاني احط نيتريت مع بيتا بلوكر خلاص يا اولاد. ماشي سنه سنتين بقى كويس برضو يا دكتور بقى. لان ممكن ليش بيستمر ممكن اضيف له دواء ثالث كالسيوم عشان يبقى عندي ثلاثه او حاجه من الحاجات الاحتياطيه دي تراي ميتازيدين ايفابرابين حاجه رانولازين حاجه من الحاجات دي. فشل بعد بعد المدارس الطبيه يقول لك بص يا حبيبي لو اديت له دوايين وما استجابش عمل ايه؟ مش ثلاثه لو اديت له دوايين يعني بيتا بلوكر ونيترين او بيتا بلوكر كالس او دوايين من هم السيمتوماتيك وما استجابش المريض لسه تعبان معناها انه الليش اللي البوساكشن عنده جامد لدرجه انه عايز ايه؟ عايز ستنت. العمليه دلوقتي ما شاء الله عندكم سهله وعدي اصبحت سهله جدا. على فكره الدكتور طاهر يا اولاد عمل ستنت بزوروه يعني ولا بعت له بركات واضح ربنا يشفي الجميع. خلاص يا اولاد عمل ستنت هو امبارح. طيب كده يا اولاد خلصنا المحاضره وطبعا دي ملخص للكلام. بصوا الكويز ده بس كده بصوا الكويز ما شافكوا كده فهمتوا قد ايه ربنا يسهل. بص يا حبيبي انت وهو انا عندي بروبرانولول واتينولول ونيفيديدين فيرابامين ايزوزربايد داينيترين دول ادويه قدامك اهي. وعندك المرضى دول مريض عنده برينزيميتال انجينا واحد عنده انجينا مع برونكيالاز واحد عنده انجينا مع الهارت فيلير واحد عنده انجينا مع الهارت بلوك ايف بلوك يعني كلمه هارت بلوك واحد عنده انجينا مع ديابيتس ديابيتس متقدم شويه. وصل كده بس وصل يلا نوصل كده مع بعض. نمره واحد برينزيميتال انجينا ينفع فيها البروبرانول يا اولاد؟ لا لا ينفع فيها الاتينولول؟ لا لا برضه بيتا بلوكر هنا ممنوعه الكلام اللي خدناه ما قلناش حاجه جديده. ينفع فيها النيفيديبين؟ لا ينفع هو ينفع بس ينفع الفيرابامين؟ ينفع الازوزربايد؟ ينفع خلاص هذا اول سؤال صح. نيجي السؤال الثاني واحد عنده انجينا مع ازمه نعرضه على الادويه كلها ينفع بروبرانولول؟ لا ينفع الاتينولول؟ ينفع ممكن نيفيديبين؟ لا ما فيش لا يعني لو لو هيستخدم يعني اعتبره قبل ديبين. فيرابامين؟ ازوزربايد نيتريت؟ ينفع. نيجي على الانجينا مع هارت فيليا انجينا مع ايه؟ هارت فيليا ينفع البروبرانولول؟ ينفع. اتينولول؟ ينفع. نيفيديبين؟ لا فيرابامين؟ لا نيتريت؟ لا برضه لا ما نفس الفكره مش النيتريت طايشه تتعمل تكيكارديا القلب تعبان خلاص. نيجي للتوصيله الرابعه انجينا مع هارت بلوك يعني الكهرباء ما بتروحش الايفنوت فيها مشكله يبقى بالمخ استسجل الحاجات اللي بتسكر الايفنوت صح؟ اجي على البروبرانول ينفع؟ لا الاتينولول؟ لا لا النيفيديبين؟ ينفع لو املوديبين يعني الفيرابامين؟ ينفع لا 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 ما ينفع يا راجل هنا الفيرابامين اقولها ثانيه الفيرابامين يساوي بيتا بلوك يعني بسكر الايفنوت زي البيتا بلوكر بالظبط بس بيشتغل على الكالس بس الافكت واحد على الهارت صح؟ يبقى ما ينفعش. الازوزربايد نيتريت ينفع؟ نعم ينفع مفيش فيه مشكله. طب اخر واحد انجينا مع سكر سكر جامد بروبرانولول ينفع؟ لا لا اتينولول؟ نعم ممكن أيوة. صح نيفيديبين ممكن فيرابامين ممكن نيتريت ممكن مفيش مشكله يعني هل الدواء ده له علاقه بالسكر؟ لا خلاص استخدمه. فهمت الفكره يا اولاد؟ طيب اخر توصيله كمان بقول لك بشوف يا حبيبي الحاجات دي كده اختار عندك بيتا بلوكر ونيتريت وكالسيوم شانل ثلاث حاجات واحد عنده ريسنت مايوكارديا انفاركشن مين احسن واحد في دول؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر صح برافو عليك هي الوحيده بتقلل المورتاليتي. ومعنى ريسنت يعني ايه يا اولاد؟ ايه سبب يعني تعرفين نسبه الوفيات في مرضى القلب بس يجي له انفاركشن كام يا ولاد في الميه؟ 50% يجي له انفاركشن يجي له نسبه الوفيات 50% مين السبب مين الوحيد اللي هيمنع؟ بيتا بلوكر. عرفتوا بقى لما بقول الجمله البيتا بلوكر روح القلب في الانجينا؟ طيب يبقى البيتا بلوكر انجينا مع ازمه وسي او دي تستخدم ايه في دول يا اولاد؟ استخدم نيتريت وكالسيوم شانل. بيتا بلوكر بقى يعني فيها كلام صح. طب انجينا مع هايبر تنشن بيتا بلوكر بيتا بلوكر وايه او كالسيوم شانل برضه مش كالسيوم شانل بتاع الضغط انتوا واخدينها هل ينفع النيتريت؟ لا مش بتاع الضغط النيتريت مش بتاع الضغط. طيب انجينا مع الدايبيتس احنا قلناها هناخد الكالسيوم شانل وناخد النيتريت بيتا بلوكر فيها كلام يعني ناخد بالنا. انجينا مع كرونيك رينال ديسيز بيتا بلوكر نبعد على البيتا بلوكر انا بتقلل البلاد فلو للكدني
بتقلل البلد فلو للايه للكدني يبقى اخد حاجه تزود البلد فلو للكدني هو النيتريت والكالسيوم. سهله الحكايه ديت ولا صعبه؟ نعم يا لا مش شرط هي بصوره عامه البيتا بلوكر تقلل لو انت عايز تكتب دواء ضغط المادة الكلية ما تكتبش بيتا بلوكر بصوره عامه الايفكت بتاعها انا بلوك البيتا 2 بتقلل البلد فلو لمين اللي رايح للرينال شويه فادي الكالسيوم شانل او ادي احسن واحد هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور دي احسن مجموعه في علاج الضغط مع ايه مع طيب نعم البروتيشن مع الانجينا استثنيت النيتريت استخدم كالسيوم شانل لا نيتريت لا ما تدفع هل النيتريت بتاع الضغط يا اولاد انتوا خدتوها في علاج الضغط لا لا طيب انا هديكم خمس دقائق برضه تريحوا وهنيجي ان شاء الله نقول الخطه وبعد الخطه على الحالات على طول دي الخطه بتاعتنا يعني. ماشي تريحوا خمس دقائق في الفتره خمس دقائق اللي عنده سؤال اتفضل نعم تعالى هنا اتفضل بص ده الضغط دخل الفنتر صح بتراوح مثلا من كام من زيرو الى 120 اكتر من 120 صح انا عشان يقدر يضخ الدم في الاول مظبوط طب نيجي بقى الضغط دخل او تراوح ازاي ماشي ازاي الضغط دخل الاورطه اهو كان 80 صح مظبوط وبعدين يجي هنا كده اكتر من 120 صح ولا صح يجي كده يمشي كده وبعدين يجي كده يمشي كده مظبوط ولا مش مظبوط يبقى انا عندي ايه هنا هنا الضغط داخل البنتك وهكذا كده واضح معايا الكلام فين الكورونري ويندو اهو المحصول بين ايه وبين ايه بين هذا سيستول هذا سيستول بس ركز ركز معايا هذا سيستول وهذا سيستول هذا ضغط داخل البنتك وهذا ضغط داخل البنتك وبعدين ده دايستوليك بلاد بريشر صح اللي هو كام حوالي كام 80 وبين زيرو مظبوط ولا مش مظبوط؟ واضح يا ابني معايا؟ ده اسمه الويندو شباك اهو، شباك له اربع حيطان. حيطه فوق او خشبه فوق، خشبه تحت، وخشبه يمين وخشبه شمال. خلي بالك بقى معايا. طب عايزين نكبر الشباك دي شويه، اعمل براديكارديا. صح ولا مش صح؟ يبقى كلما عملت براديكارديا كلما زودت الشباك. دي نمره واحد. طب عايز ازوده شويه، زود الدايستول. يعني معناها اما الدايستول بيقل بنقلل الشباك. بنفس الفكره لو عايز الانترا فنتريكولار بريشر صح؟ عايز الانترا فنتريكولار بريشر لو زاد يقل يبقى اذا الكورونري لو انت محصور ما بين الانترا فنتريكولار بريشر والاورتيك دايستوليك بريشر صح؟ وبين الانترا فنتريكولار بريشر انترا فنتريكولار بريشر ساعه ايه؟ ساعه السيستول ساعه الايه؟ السيستول اهو يبقى سيستول وسيستول عايز بقى ازود الكورونري ويندو تعمل براديكارديا صح ولا مش صح؟ بعدت اهو ده بعد كده عايز ازود الكورونري ويندو قلل ده الانترفنتريكولر اثناء الدايستول عايز ازود الكورونري ويندو زود الايه؟ طبعا ده مش مفيد ده مش هيفيدني انا هيضرب بعد كده ازود الافتر لود هنا واضح معايا ده اسمه كورونري ويندو عشان كده البيتا بلوكر بتزود الكورونري ويندو ليه انا بتزود تعمل كده؟ براديكارديا صح ولا مش صح؟ هذا النيتريت بتزود الكورونري لانها بتقلل انترا فنتريكولار بريشر بالدايستول ليه؟ لانها قللت الفينس ريتير الفينس ريتير اللي جاي الكل كده قللته فكميه الدم الموجوده قلت فالانترا فنتريكولار بريشر في الدايستول قل يبقى دي قل نزل تحت زودها طيب